إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. هل يجوز للمستحاضة أن تقرأ القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، نفرق بين التي عليها الحيض والمستحاضة. التي عليها الحيض هي أيام حيضها وعادتها التي ينزل عليها الدم فيه في هذه الأيام. أما المستحاضة فهي التي قضت أكبر الوقت وعليها الحيض، أي يقولون أكبر مدة للحيض الذي نمشي عليه في دار الإفتاء هو 15 يوما، يعني حاضت وظل الدم ينزل لمدة 15 يوما. بعد 15 يوما المرأة تغتسل وتتوضأ وتصلي حتى ولو نزل الدم بعد ذلك. الدم النازل بعد ذلك يسمى دم استحاضة، ودم الاستحاضة لا يمنع لا من الصلاة ولا من الصوم ولا من معاشرة الزوج ولا من قراءة القرآن أو مس المصحف. والله أعلم. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.